طيب بسم الله نبدأ الاستعارة. طيب هنا تعريف الاستعارة، هي تشبيه بليغ، يعني الاستعارة تشبيه بليغ، يعني مثلا محمد أسد، هذا تشبيه بليغ مشبه ومشبه به. طيب هذا تشبيه بليغ، وهذا التشبيه حذف أحد طرفيه، يعني إما أن يحذف محمد مثلا أو يحذف ماذا؟ أسد، يعني أن يحذف المشبه أو المشبه به. فإذا قلت رأيت أسدا في المعركة، إذا كان أصل الكلام رأيت جنديا أسد، يعني جندي أسد، يعني جندي كالأسد، فأنت حذفت ماذا؟ حذفت ماذا؟ المشبه وهو الجندي، وصرحت بالمشبه به، إذن هذا يعطينا ماذا؟ استعارة تصريحية، يعني نفهم من الكلام السابق أن التشبيه لابد فيه من ذكر الطرفين، يعني المشبه والمشبه به، إذن هذا نقول تشبيه. أما لو حذف المشبه هنا ليس تشبيه، ننتقل إلى الاستعارة، أو حذف المشبه به نفسه لما ننتقل إلى ماذا؟ من التشبيه البليغ إلى الاستعارة. فإذا حذف أحد الركنين لا يعد تشبيها بل ماذا؟ يصبح استعارة. وتعريف آخر للاستعارة أنها استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، يعني عندما تقول رأيت أسدا في المعركة، هل الأسد مثلا يمسك بالسيف ويحارب؟ لا. إذا نلاحظ أن لفظ أسد استعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين الرجل الشجاع والأسد، هناك علاقة مشابهة بينهما، فأنا حذفت الرجل المشبه وذكرت المشبه به وهو أسد، فالعلاقة هنا مشابهة بين الرجل الأسد وهي الشجاعة. طيب مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، يعني هناك قرينة، أما أن تكون هذه القرينة ظاهرة أو ليست ظاهرة، يعني تدرك بالعقل، فمعروف أن الأسد لا يحارب. طيب في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين الجند بينه، يعني بين الأسد والجندي في الشجاعة، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هي كلمة في المعركة، هذه هي القرينة في المعركة، معروف أن الجندي هو المقاتل وليس الأسد. إذن هنا معنى ذلك أن الاستعارة هي تشبيه بليغ حذف أحد ماذا؟ أحد طرفيه. فعندما تقول مثلا خطب شيخ شجاع في المسجد، فالمعنى هنا حقيقي وليس مجازي، فهنا لا يوجد استعارة. أنت تقول خطب شيخ شجاع في المسجد، لا مشكلة في هذا الأمر. أما لو قلت خطب أسد في المسجد فالمعنى هنا مجازي، فعندما تقول خطب أسد في المسجد مفهوم أنك قلت خطب شيخ شجاع، فالشجاعة هي ماذا؟ فنلاحظ أن هنا الشجاعة هي العلاقة أو علاقة المشابهة بين الأسد وماذا؟ والشيخ أو الرجل. فنلاحظ هنا، وهذا السبب في تسميتها بالاستعارة، دقيقة واحدة يا أخو.
طيب عندما نقول خطب أسد في المسجد، طبعا المعنى هنا مجازي وليس حقيقي، فأنت استعرت كلمة أسد. هل تعرف مثلا عندما تقول مثلا لصديق، عندما تقول أنت يعني لصديق لك أنا أريد أن أستعير هذا الكتاب منك، يعني تأخذ هذا الكتاب منه وبعد ذلك ترد إليه هذا الكتاب. فالاستعارة نفس الأمر، أنت تأخذ لفظا تستعير لفظا، فأنت استعرت إلى هذا المثال كلمة أسد. لماذا؟ لأن كلمة أسد توجد بينها وبين الرجل الشجاع علاقة، وهما اشتراكهما في صفة الشجاعة. إذا فأنت استعرت كلمة أسد لها علاقة بالمعنى المراد توضيحه وهي الشجاعة. فالعلاقة بين الكلمة المستعارة والمعنى الذي أنا أريد توضيحه علاقة مشابهة. فالخطيب والأسد يتشابهان في الشجاعة، لذلك قلنا أن المجاز لو علاقته علاقة مشابهة فهو استعارة، ليست مشابهة فهو مجاز مرسل. طيب إذن هنا القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي طبعا استحالة أن يخطب الأسد، ومعروف أن الخطيب وليس الأسد، فهنا العلاقة ماذا؟ عقلية، يعني تدرك بالعقل. إذن هنا لذلك سميت استعارة، لأننا نستعير لفظا يعني. طب أركان الاستعارة، نلاحظ في الاستعارة أن المستعار منه هو المشبه به، يعني المشبه به هو يكون المستعار منه، والمستعار له هو المشبه. يعني مثلا نلاحظ أن كلمة أنني هنا نلاحظ أن أسد كلمة مستعارة، كلمة ماذا؟ مستعارة. ونلاحظ هنا أن حذفت المشبه واستعرت له ماذا؟ كلمة أسد. طيب المستعار، إذا هنا نسمي في الاستعارة يعني المشبه به نسميه المستعار منه، والمشبه نسميه المستعار له. طيب والمستعار هو اللفظ المنقول بين المشبه والمشبه به، أو بطريقة أخرى العلاقة بينهم أو وجه الشبه. يعني لو أنا قلت مثلا خطب أسد، أسد يعني بنا، طبعا الأسد لا يخطب، إذا معنى ذلك أن كلمة أسد، انظروا هنا طبعا مستعار منه لأنه المشبه به. طب المشبه الرجل، لأن شبهت الرجل بالأسد، فهذا نلاحظ أن الرجل أو الخطيب هو المستعار له. طيب والمستعار هو وجه الشبه أو العلاقة بينهم، الشجاعة يعني. طب هنا القرينة هي التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، تضرب بالعقل، فمعروف أن الأسد لا يخطب بالناس. فلو قلت مثلا الطفلة تغرد في الأناشيد، طب هنا فإن الأصل يعني معنى الأصل الكلام يعني أن الطفلة تغني غناء حسنا كتغريد العصافير، كتغريد ماذا؟ العصافير. فنلاحظ أن المستعار منه هو تغريد ماذا؟ العصافير، وهذا نسميه المشبه به. والمستعار له هو غناء الطفلة، هو غناء ماذا؟ الطفلة. إذن هو المشبه، لأنك عندما شبهت غناء الطفلة بتغريد العصافير. طب هنا طبعا تغريد العصافير صوته يكون صوتا جميلا، وكذلك صوت الطفلة صوت جميل. فنلاحظ العلاقة بين علاقة مشابهة بين صوت الطفلة وتغريد العصافير، وهو ماذا؟ جمال الصوت. إذن المستعار هنا جمال ماذا؟ الصوت. طب القرينة الأناشيد، معلوم أن المنشد الطفلة وليست يعني معلوم أن المنشد الذي ينشد الطفلة يعني. طيب هنا الذي يهمنا أو الذي يهمنا في هذا الأمر أن الاستعارة منها تصريحية ومنها ماذا؟ مكنية. طيب هنا نلاحظ الاستعارة التصريحية هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، لذلك سميت تصريحية. لماذا سميت تصريحية؟ لأننا نذكر المشبه به أو نصرح بالمشبه به. يعني عندما أنا قلت خطب أسد أنا صرحت بالمشبه به، لأن الرجل مشبه بالأسد،
الرجل مشبه أو الخطيب مشبه والأسد مشبه به، يعني المستعار، أو بطريقة أخرى المستعار منه، يعني المشبه به. لذلك سميت استعارة تصريحية، يعني قال تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور. طبعا الظلمات هنا الكفر، يعني يخرجهم من الكفر أو الضلال إلى ماذا؟ إلى النور، وهو الإيمان. طيب نلاحظ هنا أين المشبه والمشبه به؟ طبعا معلوم أن المشبه هو الكفر، وشبه الكفر بالظلام أو بالظلمات، ومعلوم أن المشبه هو الإيمان، وشبه الإيمان بالنور. طيب إذا نلاحظ أن المشبه الكفر محذوف، والمشبه لمن محذوف، والمشبه به مذكور، الظلمات والنور، كأنك تقول يخرجهم من الكفر كالظلمات وإلى الإيمان كالنور، يعني إلى آخر. إذن هنا شبه الضلال أو الكفر يعني بالظلمات، وشبه الهدى يعني الإيمان بالنور، وحذف المشبه وهو الضلال أو الكفر أو والهدى أو الإيمان، يعني الهدى أو الضلال بمعنى واحد، يعني معذرة الكفر والضلال بمعنى واحد والهدى والإيمان بمعنى واحد. إذن هنا وصرح بلفظ المشبه به وهو الظلمات والنور. إذن هنا يعطينا هذا استعارة تصريحية، لماذا؟ لأن المشبه به مذكور. طب الاستعارة المكنية، الاستعارة المكنية نلاحظ هي ما حذف فيها المشبه، يعني العكس، ولكن زيادة على هذا في الاستعارة المكنية عندما نحذف المشبه به أننا نرمز له بشيء من لوازم، من لوازمه، يعني نأتي بدليل عليه أو بشيء يرمز له أو بشيء يدل على المشبه به المحذوف، لأن الأهم في الاستعارة هو المشبه به، هو الذي يهمنا. لماذا؟ لأنني أنا الذي شبهت به. فهنا إذن هنا معنى ذلك أن المشبه به مهم، لأننا أقول مثلا رجل كالأسد، فالمهم في الاستعارة المشبه به، لأن المشبه به في الأصل هو المعنى الذي ليس حقيقي، لأن الحقيقي هو المشبه. رجل شبهت بأسد، هذا حذفت الرجل وذكرت كأنه أسد، فهنا الذي يهمنا في الاستعارة هو المشبه به. لو كان المشبه به مذكورا فهنا استعارة تصريحية. طيب المشبه به محذوف، ولكن محذوف ولكن يوجد شيء يدل عليه أو شيء يرمز لنا بالمشبه به المحذوف، أو نعرف من خلاله المشبه به المحذوف، بمعنى كقوله تعالى والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس. طيب نلاحظ هنا يقول والصبح إذا تنفس، هل الصبح يتنفس؟ لا، التنفس من لوازم الإنسان. إذن هنا نلاحظ أن المشبه به محذوف، مشبه بماذا؟ محذوف، وهو الإنسان، لأنه شبه الصبح بالإنسان. طيب إذا سأل سائل كيف عرفت أنه شبه الصبح بالإنسان؟ نلاحظ أنه ذكر شيء يدل على ماذا المشبه، وهو التنفس. إذن هنا شبه الله الصبح بأنه إنسان يمكنه التنفس، وذكر المشبه، يعني المشبه هنا مذكور وهو الصبح، وحذف المشبه به، ولكن هنا نلاحظ حذف المشبه هو الإنسان، لكنه رمز بشيء من لوازمه، يعني شيء يدل على المشبه به المحذوف، يعني شيء يلزمه من لوازمه يعني أو من دلائله، وهو طبعا التنفس، لأن التنفس من لوازم الإنسان. طيب هنا ننتقل إلى الاستعارة التصريحية بالتفصيل. طيب هنا طبعا الاستعارة التصريحية هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، يعني المشبه به مذكور وحذف المشبه. إذا معنى ذلك أن المشبه به مهم جدا في الاستعارة، إما أن يكون مذكورا ولو حذف نرمز له بشيء من لوازمه، يعني لابد أن نأتي بشيء يدل عليه. طيب إذا سأل سائل لماذا؟ لماذا المشبه به؟ لنعرف بماذا شبه المشبه. إذا هنا طبعا لا ننسب المشبه يسمى المستعار له، وقلناها سابقا،
والمشبه به يسمى المستعار منه. فإذا قلت رأيت بحرا، كان أصل الكلام تقول رأيت رجلا كالبحر في سخائه، يعني يوجد رجل كريم أو رجل عنده علم كثير، يعني لكثرة سخائه وكرمه أو لكثرة علمه حسب الحال. يعني مثلا إذا شخص عالم حضر ورأيت شخصا عالما فتقول رأيت بحرا. طبعا أنت لا تقصد أنك رأيت بحرا، ولكن أنت تقصد رجل. ولكن إذا معنى ذلك أصل الكلام رأيت رجلا كالبحر في علمه أو في سخائه إلى آخره حسب سياق الكلام. يعني ممكن تكون الاستعارة هنا في أو في سخاء أو في كثرة كرمه أو كثرة علمه، حسب. لو الشخص كريم بكثرة علمه، لو هو عالم لو شخص كريم لكثرة كرمه وسخائه، لو هو شخص عالم أي لكثرة علمه، لأن البحر يدل على الامتلاء وكثرة الشيء. المهم، فإذا قلت رأيت بحرا، إذن هنا استعارة تصريحية. لماذا؟ لأن المشبه محذوف وهو الرجل، الرجل الكريم أو العالم. طيب، وبحرا هنا مشبه به لأنك شبهت الرجل بالبحر، إذن استعارة تصريحية. فحذف الرجل وهو المستعار له، وذكر المستعار منه وهو المشبه به، وهو طبعا البحر. انظروا، قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طيب، قد جاءكم من الله نور، إذن هنا نور من بمن، يعني الآية أو تفسير الآية قد جاءكم من الله نور، يعني يقصد به ماذا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد. فهنا الله شبه سيدنا محمد بماذا؟ بالنور، لأنه الذي يضيء لنا الطريق إلى الحق. المهم، إذن هنا نلاحظ أن النبي مشبه، الله شبه النبي بالنور، إذن النور مشبه به، إذن معنى ذلك المشبه به مذكور، إذن هنا استعارة تصريحية. انظروا مثلا، نور المشبه، نلاحظ هنا المشبه ماذا؟ محذوف هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما المشبه به مذكور وهو النور. إذن هنا تشبيه للنبي بأنه نور، وقد صرح بذكر المستعار منه وهو طبعا المشبه به نور. أو قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات، يعني من الكفر أو الضلال، إلى ماذا؟ إلى النور أو الإيمان. إذن هنا نلاحظ الظلمات مشبه به. لماذا؟ لأنه سيخرج الناس من الكفر، وشبه الكفر أو الضلال بماذا؟ بالظلمات. إلى ماذا؟ إلى النور، يعني إلى الهدى أو الإيمان. إذن المشبه هنا الإيمان، المشبه به ماذا؟ النور. كذلك نصرم المشبه الكفر، المشبه به الظلمات، يعني شبه الكفر بالظلمات والهدى بالنور. إذن المشبه به مذكور، إذن هنا استعارتان تصريحيتان. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا واعتصموا بحبل، الحبل هنا يعني شبه الله تعالى الدين الإسلامي، الدين بماذا؟ بالحبل. إذن هنا الدين مشبه، الله شبه الدين بماذا؟ بالحبل. إذن حبل مشبه به، إذن استعارة تصريحية لأن المشبه به مذكور. انظروا، المشبه به محذوف هو المشبه، محذوف هو الدين، المشبه بمذكور هو ماذا؟ الحبل. إذن يعطينا ماذا؟ استعارة تصريحية. وقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هل هنا استحبوا العمى الحقيقي؟ لا، إذن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لا أحد يحب العمى. إذن هنا ولكن ماذا؟ الكفر. إذن هنا ماذا؟ الكفر. إذن هنا شبه الكفر، الله شبه الكفر بالعمى، إذن الكفر مشبه والعمى مشبه به، إذن استعارة تصريحية. لماذا صرح بلفظ مشبه به وهو العمى؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إلى آخره.
إذن هنا مضغة، والله يقصد بالمضغة التي هي في الجسد القلب. إذن الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم شبه القلب بالمضغة، إذن معنى ذلك أن القلب مشبه والمضغة مشبه به، إذن يعطينا استعارة تصريحية. إذن أهو شبه صلى الله عليه وسلم القلب بالمضغة وصرح بذكر المستعار منه وهو المشبه به. انظروا إلى الشاعر، يعني شاعر يصف محبوبته، ويعني أعتقد أنه يبالغ، يعني يقول ماذا؟ فأمطرت لؤلؤا، فأمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقط وردا وعضت على العناب بالبرد. انظروا هنا، نلاحظ هنا كل هذه الاستعارات استعارات تصريحية. لماذا؟ هو يقول فأمطرت لؤلؤا، هل الحبيبة أو المرأة هل هي ستمطر لؤلؤ في الحقيقة؟ لا، إذن استعمل اللفظ في غير ما وضع له وهو لفظ لؤلؤ. لماذا؟ هو يقول أمطرت يعني بكت، يعني ولكن هي بكت دموع كالمطر. المهم، فهو يشبه الدموع بأنها ماذا؟ الدموع بأنها لؤلؤ. إذن يشبه الدموع الحبيبة كأنها ماذا؟ لؤلؤ. إذن اللؤلؤ مشبه به مذكور، والدموع ماذا؟ مشبه من نرجس. يعني هو شبه العيون التي نزل منها الدموع أنها نرجس. طيب، وكذلك فعندما هي أمطرت يعني دموعا من عينها سقط وردا، إذن هنا شبه الخدود بماذا؟ بالورد. إذن هنا طبعا هنا العيون الخدود محذوفة وذكر المشبه به وهو الورد. وقال وبعد ذلك قال وعضت على العناب، يعني ورد نبات اسمه العناب. إذن هنا شبه أنامل صوابعها لأنها كانت حمراء الأنامل، يعني بأنها عناب. إذن عضت على ماذا؟ العناب. إذن هنا المشبه وهو الأنامل، أنامل الحبيبة بماذا؟ بنبات العناب. وبعد ذلك قال ماذا؟ بالبرد. بماذا؟ بالبرد، يعني هو شبه الأسنان بماذا؟ بالثلج، يعني شبه الأسنان بماذا؟ بالثلج، البرد يعني الثلج. طيب، إذن هنا نلاحظ أن الشاعر يقول أن الحبيبة هنا يقول أن الحبيبة أمطرت يعني بكت، أمطرت ماذا؟ إذن هنا أمطرت لؤلؤ، إذن شبه الدموع، إذن هنا الدموع طبعا هنا يخوى المشبه محذوف بماذا؟ شبه الدموع باللؤلؤ. وشبه العيون بماذا؟ بالنرجس. إذن هنا العيون مشبه بماذا؟ بماذا؟ بالنرجس. وشبه هذا الخد بماذا؟ بالورد. وشبه أنامل هذه الأنامل، أنامل المحبوبة بماذا؟ بالعناب. وشبه الأسنان هذه بماذا؟ بالثلج، من بياضها يعني بالثلج، هذه الأسنان بماذا؟ بالثلج. إذن الخلاصة أن كل هذه الاستعارات استعارات تصريحية. نجد أن المشبه محذوف والمشبه به مذكور مصرح به في جميع الاستعارات. إذن يعني هنا نلاحظ أن اللؤلؤ مشبه به، شبه الدموع باللؤلؤ، الدموع محذوفة، المشبه محذوف مصرح، كذلك نفس العيون محذوف، المشبه محذوف، الأسنان محذوف إلى آخره.
إذن هنا طبعا شرح للبيت يصف جمال محبوبتي وهي تبكي فعينها تمطر لؤلؤا لا دموعا وعينها كنبات النرجس تخرج منها الدموع فتسقي خدها الذي يشبه الورد ثم عضت على أطراف أصابعها التي تشبه نبات العناب في الحمرة بأسنانها التي تشبه البرد وهو الثلج فهو يريد أن يقول أن محبوبته عندما بكت أمطرت لآلئ لا مطر وهذه الدموع نزلت من النرجس لا من العيون وسقت وردا لا خدا ثم عضت على عناب لا على أطراف أصابعها طبعا ثم عضت بماذا؟ بالبرد لا بالأسنان. فكل هذه ماذا؟ استعرضت صرحيها. البرد هو الثلج، يعني البرد هو الثلج، هذا بنفس معنى هذا. طيب هنا قول المتنبي تعرض لي السحاب، تعرض لي السحاب وقد قفلنا فقلت إليك إن معي السحابة. يا سلام، إذن هنا يقول أنه كان يمشي فكان يوجد سحاب تعرض له فقال له لأين أنت ذاهب مثلا، فقال له ابتعد عني، يعني هو المتنبي يقول للسحاب ابتعد عني لأن إن معي السحابة، أنا معي السحاب الأصلي. وهو إذا معنى ذلك هو يمدح اللي يمدح، يعني يمدح الذي يمدحه، يعني المتنبي يمدح شخصا ما، فشبه هذا الممدوح بماذا؟ بالسحاب. إذا هنا الممدوح مشبه وشبهه بالسحاب، إذا السحاب هنا مشبه به. إذا هنا شبه الشاعر وهو المتنبي الممدوح بالسحاب وصرح بذكر المستعار منه وهو المشبه ماذا؟ المشبه به. إذا انظروا معنى البيت، فالمعنى أن السحاب الحقيقي تعرض له، يعني للمتنبي، وهو راجع في طريقه ومعه الممدوح. فقال المتنبي للسحاب الحقيقي، السحاب الذي هو في السماء، ابتعد عني، لا حاجة لي إليك، أنت ليس مهم، فأنا معي السحاب الحقيقي وهو ماذا؟ الممدوح. طبعا فادعى على سبيل المبالغة أن الممدوح هو السحاب وهو أولى من السحاب الذي تعرض له يعني. طيب وقال المتنبي لم أرى قلبي، فلم أرى قلبي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. إذن هنا هو يقول فلم أرى قبلي، معذرة، قبلي من مشى البحر نحوه. إذن هنا شبه الممدوح بماذا؟ بالبحر، المشبه بالبحر. ولا رجلا قامت تعانقه الأسد، إذن هنا شبه الفرسان التي تعانق الممدوح بماذا؟ بالأسد. إذن هنا شبه الشاعر الممدوح بالبحر وشبه الشاعر الفرسان بالأسود وصرح بذكر المشبه منه وهو المستعار منه وهو المشبه به. ننتقل هنا إلى قرينة الاستعارة. ما معنى قرينة يا إخوة؟ يعني مثلا لو أنا قلت مثلا رأيت مثلا الأسد يقتل الأعداء بسيفه. طيب هنا في الاستعارة سنجد هنا إما مشبه أو مشبه به في الاستعارة، يعني إما مشبه أو مشبه به. فهنا نلاحظ الأسد مشبه به مذكور، والهنا والمشبه هو من؟ الفارس أو الرجل الذي يحارب، يعني ممكن الفارس، نقول الفارس، وهذا مشبه. إذن طيب إذن هنا نلاحظ أن الاستعارة تتكون من مشبه ومشبه به. طيب إذن نحن فهمنا الآن المشبه والمشبه به، المشبه هو الفارس والمشبه به هو الأسد، طبعا محذوف المشبه إذن استعارة،
لأنه إلا لو كانت المشبه موجود والمشبه به موجود، إذن هنا تشبيه بليغ وليس استعارة. المهم، إذن عندنا مشبه وعندنا مشبه به. إذن هنا في الاستعارة يوجد مشبه، رقم 2 يوجد مشبه به، رقم 3 توجد علاقة، علاقة مشابهة بين المشبه والمشبه به، وهي العلاقة، وهي ماذا؟ الشجاعة أو القوة. طيب فهمنا الآن المشابه والمشبه والعلاقة. طب القرينة، القرينة هي الشيء الذي يمنعه العقل من إرادة المعنى الحقيقي. يعني أنت قلت رأيت الأسد يقتل الأعداء بسيفه، إذن هنا سيفه قرينة لفظية. لماذا قرينة؟ هذه القرينة هي التي منعت من إرادة المعنى الحقيقي، أو هذه القرينة هي التي دلت على أن لفظ الأسد مجازي وليس حقيقي، لأنه معروف أن الأسد لا يستطيع أن يقتل الناس بالسيف، هذا مستحيل. إذن هنا نلاحظ هنا توجد ماذا؟ هذه هي القرينة. يعني ممكن القرينة تفهم بالعقل، وممكن تفهم باللفظ، وممكن تفهم بالمعنى. يعني إذن هذا نسميه القرينة. القرينة هي التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، يعني تدلنا على أن هذا اللفظ ليس حقيقيا. إذن هنا ننظر، القرينة هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير معناه الأصلي أو الحقيقي، هو يريد معنى آخر. يعني مثلا ننظر القرينة اللفظية، يعني ممكن أن تكون هذه القرينة لفظية. فلو قلت مثلا، هي طبعا القرينة اللفظية هي لفظ يلائم المشبه يذكر في الكلام ليصرفه عن إرادة معناه الحقيقي. يعني لو قلت مثلا رأيت أسدا يعظ الناس، هل الأسد يعظ الناس؟ لا. إذن هنا القرينة هنا لفظية، اللفظ يعظ منع أن يكون هذه الرؤية حقيقة، أو أن يكون أنك رأيت أسدا في الحقيقة، بل هو رجل شجاع. ولو قلت كلمني بحر في العلم، هل البحر يتكلم؟ لا. إذن القرينة هنا لفظية، يعني يوجد لفظ منع من إرادة المعنى الحقيقي. فنلاحظ هنا في المثالين السابقين استعارتان تصريحيتان، حيث حذف المشبه وهو الرجل، طيب، وصرح بالمشبه به وهو الأسد أو البحر، والقرينة هنا يعظ وكلمن، لأن الأسد لا يعظ بل الإنسان، وكلمني بحر والبحر لا يتكلم. إذن هنا القرينة هنا ماذا؟ لفظية، التي منعت من إرادة المعنى الحقيقي، لأنه ذكر لفظ يلائم المشبه في الكلام صرفه عن إرادة المعنى. ما معنى يلائم المشبه؟ لأن الوعظ والكلام يلائم المشبه وهو الرجل. طيب القرينة غير اللفظية، هي أمر غير اللفظ، هو أمر غير اللفظي. إذن هنا هي أمر، القرينة غير اللفظية هي أمر غير اللفظي يصرف الكلام عن إرادة معناه الحقيقي، وهي نوعان، ممكن تكون حالية. ما معنى حالية؟ تتذكرون عندما كنا شرحنا في بداية الأمر في البلاغة أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. إذن هذا هو الحالية، يعني نفهمه من سياق الكلام أو الموقف الذي قيل فيه الكلام، الموقف الذي قيل فيه الكلام، يعني يرشد إليها الحال وتفهم من سياق الكلام. يعني مثلا عندما مثلا لو قدم إليك أو قادم إليك رجل شجاع قدم إليك، فتقول مثلا، أو أنت رأيت مثلا رجلا شجاع، فتقول ماذا؟ رأيت أسدا. هل تعرف أن لفظ أسد ممكن أن يكون لفظ حقيقي، وممكن أن يكون لفظ مجازي استعارة؟ كيف هذا؟ حسب هو الحال وسياق الكلام. فلو أنت قلت رأيت أسدا فقط، أنك رأيت أسد في الحقيقة، مثلا في حديقة الحيوان أو إلى آخره، أو في الغابة، فهنا الأمر حقيقي. أما لو أتى
رجلا شجاع وعندما يدخل عليك فقلت ماذا؟ رأيت أسدا. فأنت تقصد أنك رأيت رجلا شجاعا، أنت تقصد ماذا؟ الرجل الذي جاء إليك أو الرجل الذي رأيته أنت. فهنا القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي هي حالية، تفهم من سياق الكلام وحال الكلام. إذن فأسدا استعارة تصريحية، حذف المشبه وصرح بماذا؟ وصرح بالمشبه به. لذلك أنا قلت ماذا؟ عندما تقابل رجلا شجاعا. إذن هنا سياق الكلام أو الحال أنك تقابل رجل شجاع، فتقول رأيت أسدا. إذن فهمنا أنك تقصد رجلا شجاع وليس أسدا حقيقيا. فهنا القرينة يدل عليها ماذا؟ الحال وسياق الكلام، لأن الحال يدل على أنه رجل رأى رجلا شجاعا وأنه لم يرى أسدا في الحقيقة. ممكن أن تكون استحالة المعنى، يعني أن هذا المعنى مستحيل. يعني مثلا تقول نطقت حالي بالشكوى، فالحال معلوم أنها لا تنطق لأن الحال شيء معنوي أصلا. فهنا يعني معنوي شيء لا نراه بأعيننا ولا نلمسه بأيدينا. إذن هنا استحالة النطق بمعناه الحقيقي، يعني هذا مستحيل أن يحدث. فهنا نلاحظ استعارة تصريحية، حذف المشبه وهو المتكلم، يعني شبه إذن هنا حذف المشبه وشبه المتكلم بأنه ماذا؟ ينطق مثلا أو حال تنطق، وصرح بماذا المشبه به وهو الحال. والقرينة هنا استحالة النطق، مستحيل الحال أنها تنطق يعني. إذن هنا نلاحظ استحالة النطق بمعنى الحقيقي طبعا، أو لأنه يستحيل أن الحال أن تتكلم أو تشكو إلى آخر. وكقوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طيب هنا استعارة تصريحية، نلاحظ هنا حذف المشبه زيادة الماء وصرح بالمشبه به وهو ماذا؟ الطغيان. يعني هو يقول إن لما طغى الماء طغيان. إذن هنا نلاحظ استعارة تصريحية، فهو حذف المشبه هو زيادة الماء، فالله شبه زيادة الماء بالطغيان في قوله طغى. وفيها تفصيل، يعني يجوز أن تكون أيضا استعارة مكنية، وسنوضح هذا إن شاء الله في وقت لاحق أو ممكن الآن لا أعرف. طيب هنا استحالة، إذن هنا الاستحالة، استحالة النطق بمعنى الحقيقي، لأن يا إخوة الطغيان هو الظلم. هل الماء يطغو أو لا؟ طيب السر البلاغي للاستعارة، هنا التوضيح يعني من الأسرار البلاغية للاستعارة أنها توضح المعنى أكثر وأيضا وتؤكده، وإيجاز يعني. فبدلا من أن تقول رأيت رجلا كالأسد يخطب، من تقول رأيت أسدا، فهنا الإيجاز. كذلك المبالغة في الصفة، وهنا وممكن أن تكون تأتي للتشخيص، إذا شبه غير الإنسان بالإنسان. وقولي مثلا عندما تقول مثلا طغى الماء، يعني شيء ليس إنسان أشبهه بماذا؟ بإنسان. يعني كان أشبه السماء بالإنسان، أقول تبكي السماء مثلا. فهنا إذن هنا هذا نسميه تشخيص. كذلك التجسيم، عندما تشبه شيء معنوي بشيء ماذا؟ بشيء مادي. يعني عندما يكون مثلا المشبه شيء معنوي مثلا كالعلم مثلا، تشبهه بشيء مادي، تقول العلم مثلا كأي شيء مادي كالمركب أو كالبحر مثلا، فتشبهه بشيء مادي. العلم شيء معنوي يعني لا نمسكه بأيدينا، أما البحر أو المركب شيء مادي نراه بعيوننا نلمسه بأيدينا يعني محسوس. فهذا يعطينا التجسيم، يعني نجعل الشيء المعنوي مجسم له جسم. وهنا التوضيح فيما عدا ذلك، يعني إذا شبهت محسوس بمحسوس، يعني محسوس بمحسوس، يعني مثلا أقول رأيت أسدا كيخطب بالناس، فأسدا محسوس، والرجل الذي أنت شبهته بأنه أسد أيضا محسوس، فهذا يعطينا توضيح. ولو شبهت معقول بمعقول، تقول العلم نور، إذا أنت تقول مثلا
رأيت نورا، تقصد العلم يعني. إذن العلم والنور معقول ومعكوك أو محسوس بمعقول، ودرسنا هذا في التشبيه المحسوس والمعقول لو تتذكروه. المهم أن من الأسرار البلاغية للاستعارة هي التوضيح والتأكيد والإيجاز والمبالغة والتشخيص والتجسيم والتوضيح لآخره. إذن هنا خلاصة القول في قرينة الاستعارة. القرينة قلنا هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ معنى آخر وليس المعنى الحقيقي، ومنها لفظية وغير لفظية. لفظية يعني يلائم، يعني يذكر لفظ يلائم المشبه. عندما تقول رأيت أسد يعظ، فيعظ هنا الكلمة منعت من إرادة المعنى الحقيقي، لأنك لو قلت مثلا رأيت أسدا فقط ممكن أن يكون المعنى حقيقي وليس استعارة، ولكنك قلت يعظ، هنا ليس حقيقي، إذن هذا اللفظ منع من إرادة المعنى الحقيقي. وكذلك كلمني بحر، البحر لا يتكلم، إذن استعارة ماذا؟ لفظية. طيب هنا الاستعارة غير اللفظية، إما أن تكون حالية وإما أن تكون استحالة المعنى. يعني هنا حالية يرشد إليها الحال وتفهم من سياق الكلام، كأنني أقول مثلا تقول رأيت بحرا، ممكن أنت تقول رأيت بحرا في الحقيقة لا مشكلة هذا، ولكن أنت في مكان لا يوجد به بحر، ورأيت رجلا عنده علم كثير أو رجلا كريما، يعني رأيت رجلا كريما فتقول رأيت بحرا. إذن القرينة الحالية هي التي منعت من إرادة المعنى الحقيقي، أنك في يعني سياق الكلام والمقام الذي أنت فيه، فأنت رأيت رجلا كريما مثلا أو عالما، فقلت رأيت بحرا، فهنا سياق الكلام هو الذي جعل هذا اللفظ استعارة، يعني جعله ليس حقيقيا أو استحالة المعنى، استحالة أن يحدث هذا الأمر، فمستحيل أن يحدث هذا الأمر. هل الصوت واضح يا إخوة؟ هناك من يقول لا يوجد صوت، هل هذا صحيح؟ لو الصوت واضح يا إخوة اكتبوا. تمام الصوت واضح. طيب هنا استحالة المعنى، أن تكون نطقت حالي. طبعا الحال شيء معنوي وليس محسوسا، فكيف له أن ينطق؟ أو تكون مثلا نطقت نفسي، طب أو تكلمت مثلا تكلمت روحي، هذا مستحيل أن يحدث. طيب غدا إن شاء الله نأخذ الاستعارة المكنية، أو ممكن نأخذ اليوم الاستعارة المكنية يا إخوة. أم نتركها لغد؟ ما رأيكم نأخذ اليوم الاستعارة المكنية؟ طب تمام لا مشكلة غدا إن شاء الله.